السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنشرح إيه الشيب تول أو الشيب بانل اللي بنستخدمها في رسم الأشكال في البريم. تمام، هي بتبقى موجودة هنا. تمام، هنفتحها، ندوس على دي عشان تظهر لها منفردة لوحدها زي ما احنا شايفين كده. أول حاجة عندي الريكتانجل تول، ارسم لها الشكل بالمنظر ده. وانا ضغط كليك وبسحب. تمام، طب هنا هو بيرسم لي مستطيل او مربع على حسب ما انا بظبط بايدي. لا، انا عايز هو يظبطه لي على شكل مربع، بضغط شيفت واسحب زي ما احنا شايفين. بص، ممكن اعمل حاجه زي كده وبعد كده شيفت يبتدي يكبر لي على العرض اللي كنت اخده، او العرض اللي كنت اخده اقدر اكبر واصغر زي ما انا عايز. بلاحظ ان هو بيكبر لي من ايه، بص كبر لك من جنب واحد، انا ماسك شغال من جنب ده وعمال يكبر لي من بص، يعني في خط اصفر كده بيبين لك الاتجاه اللي هو بيكبر منه او بيصغر منه. لا، انا عايزه يكبر لي من كل من الجوانب كلها. بضغط الت وانا ضغط شيفت كده زي ما انت شايف، كبر لي من جميع الجوانب زي ما احنا شايفين. لو انا ضغط الت مع شيفت ممكن اسيب الشيفت وادوس الت بس، يكبر لي مثلا لو انا شغال كده من جنبين او يكبر لي من فوق وتحت. لكن لو ادوس شيفت مع الت بيكبر لي من جميع الجوانب زي ما احنا شايفين. تمام، بلاحظ هنا النقط دي بستخدمها ان انا اعمل كيرف للمستطيل ده او المربع ده. ادوس كده عليها واسحب لجوه يبتدي ان هو يعمل لي الشكل بالمنظر، اتحكم فيه كده زي ما احنا شايفين كده. هو بقى دايرة، مقدرش أكبر أو أصغر، بس بضمها كده. تمام، لكن هي خلاص الشكل الأولاني بتاعها راح. أنا أعمل حاجة بالشكل ده كده. تمام، دوس كنترول عشان أجيب آلة السيلكت وأفتح كده كده. أقدر طبعا أكبر أصغر أعمل اللي أنا عايزه. تمام، ده بالنسبة للأداة دي أقدر أكبر وأصغر في الراوند. تمام، ندوس ديليت ونشيل الشكل ده. في أداة تانية بتعمل نفس الوظيفة بتاعت إيه النقط دي. لا، بسحبها كده. في أداة تانية بتعمل الشكل المسحوب جاهز زي الأداة دي زي ما احنا شايفين. هنا بقى نبتدي في حيل البرنامج أنستريتور، وهي ايه؟ عود نفسك وانت شغال على الادوات، جرب كده ان انت تدوس على بعض الزراير، شوف الزراير دي بتعمل ايه، هل بتشتغل مع الاداة في حاجة معينة زي الزراير السهم فوق سهم تحت سهم يمين وسهم شمال. جرب وشوف زرار الشيفت زرار الت زرار كنترول، جرب شوف الزراير دي بتعمل ايه مع الاداة. برضو هنا لو دوس شيفت كبر لي بانتظام طول ما العرض، دوست الت هيكبر لي من جميع الجوانب زي ما احنا قايلين. طب ايه هنا الجديد بقى؟ بلاحظ هنا ويدث وهايت. تمام، لما بكبر كده الويدث والهايت بيزيدوا، بس بلاحظ حرف الار اللي هو الريدنس بتاع الكيرف ده وانا كنت بكبر ما كانش بيزيد ولا بيقل معايا. بص هنا بكبر في الهايت والويدث بس، فانا عايز ايه اتحكم في الكيرف ده. ببتدي من هنا واسحب ادخله جوه او اطلعه لبره. مش ده بقى اللي انا عايز اقوله، خلي بالك بقى. وانا دايس سهم لفوق بيبتدي لا زي ما انت شايف بيكبر لي الار، سهم تحت بيصغر الار زي ما انت شايف كده معايا، كبر الار وصغر كبر الشكل شويه نفضل كده ونكبر الشكل. سهم لفوق كبر، سهم تحت صغر. ايه في عندي سهم يمين بيجيب لي على اكبر راديوس ممكن ايه يبقى ممكن. سهم يمين كده قبل اكبر ريديس اللي هو ايه دايره خلاص، يعني جيب ريديس ايه تاني، خلي لك الشكل بدل ما هو كان شكل مستطيل او مربع بلاش دايره، خلاص هتكبر اكتر من كده. سهم يمين يجيب لي اصغر ريديس اللي هو ايه مستطيل او مربع. تمام، ده كان في الجزء اللي بيخش الاداه دي، هنا بتاخد الار تاني وهكذا. تمام، ندخل على الاداه اللي بعدها الاليبس تول، بضغط واسحب برضو بلاحظ ان هو بيديني شكل بيضاوي اتحكم فيه كده
لما بتيجي تعمل شادو ولا حاجة بتروح جاي عامله كده وتستخدم آلة الجريدينت. نشرح الكلام دوت لما نشرح آلة ايه الجريدينت، بس بتروح جاي عامله كده وتستخدم آلة الجريدينت. المهم لما تشوف بموته كده أو كده أو كده، شيفت بيخلي لي شغال دايرة، ألت بيكبر لك برضه من جميع الجوانب زي ما قلنا. تمام، هنا لما بتزود أو تنقط من الأسهم مش بيعمل حاجة، ليه؟ لأن هي خلاص أصلا يعني هي دايرة، مش هينفع يكبرك أو يصغرك في الراوند بتاعتها. تمام، ده كان بالنسبة لأداة الدايرة. زي ما أنت شايف لما بدوس نعمل كوبونز جدا. لاحظ هنا نقطة كده وعلامة جنبها، الشكل اللي هو بتاع الشكل كده ايه، بتاع نص دايرة كده أو داير متاكل منها حتة أو بنشال منها ربع. لما بدوس واسحب بيبتدي إن هو إيه يشيل. فاكرين إحنا الشكل دوت كان بيظهر في الألعاب زمان وكده إزاي؟ أقدر أسحب تاني كده أو أسحب من دي هنا وهكذا. تمام، هنا طبعا أكبر أصغر الشكل، هنط كده أعمل كده أعمل عليه كل حاجة أنا عايزها. الشكل اللي بعديه هو شكل البوليجون، بسحب. تمام، شيل بس كده اللي هي الصفر، أقل طبعا حاجة تلاتة، نبتدي من أول جديد. وأدوس على هات البولينج، بيبتدي إن هو يعمل لي شكل على النحو التالي كده، حاجة زي كده. دي اللي هتظهر عندك الديفولت، هتظهر عشان كنت عامل إعدادات قبل كده. تمام، تظهر عندك بالشكل ده زي ما انت شايف، شكله خماسي. اول حاجه بلاحظها ان انا لو ضغطت سهم لفوق بيبتدي يزود لي في عدد الاطلاق زي ما انت شايف، سهم تحت بينقصهم لي لحد اخر حاجه اللي هو المخلص كده، تبدا شغال لحد ما توصل لشكل دايره وهكذا. سهم اليمين وسهم الشمال ما بيعملش حاجه، سهم لفوق وسهم تحت اللي احنا بنستخدمه، واقدر ادوس شيفت في نفس الوقت اعدل الشكل بتاعه واكبره كده، اكبر الجميع الايه الاتجاهات زي ما احنا شايفين. تمام، دوس شيفت الشريك اللي بيرجع تاني، دوس طبعا دوس شيفت، طب هنكبر كده في عدد العضلة، دوس شيفت وشوف اللي هيحصل زي ما انت شايف، بظبط لي الشكل بتاعي شيفت كده. لاحظ هنا عندي النقطة دي ولسه قايلين عنها اللي هي بتعمل لي راوند زي ما انت شايف، بيسحب ايه الكل، كنترول زد. كما احنا شايفين، نرجع نكمل الأدوات. النجمة هي المفروض مش هتتصرف كده برضو، تتصرف حاجة زي الشكل ده كده، هتتصرف حاجة زي كده الديفولت بتاع البرنامج. سهم الفوق بيزود، سهم تحت منقص زي ما احنا شايفين، أقدر أكبر صور. سهم الجنب ما بيعملش حاجة، أكبر في دول أو صور فيهم زي ما احنا شايفين، بقدر برضو دي أتحكم فيها زي ما انت شايف معايا. هنا بقولك بوينت كام نقطة، radius 1 وعندك radius 2 في شكل الستار. هنا قلت له مثلا 10 نقط، شوف هيزود لي فين. عمل لي طبعا هو عمل لي كوبي يعني. هنا بلاحظ عدد النقط، 1 2 3 4 5، ده كان شرح أداة إيه النجم. آخر أداة عندي، ودي لو ضغطت دبل كليك بيفتح لي بانل عشان أقدر أتحكم فيها. هنا عندي الديامتر، أنا يعني بس نرسم شكل هنا، نرسم حاجة، بدوس
واسحب بيبتدي يعمل لي الأشعة بتاعتي ويكبر لي كل حاجة زي ما انتوا شايفين. شيفت بيكبرها لي بانتظام، تمام. بيزود عدد الأشعة، بنقص عدد الأشعة زي ما انتوا شايفين، من سهم لفوق وسهم لتحت، سهم يمين وسهم شمال ما بيعملوش حاجة، تمام. وابتدي ان انا اسحب لتحت كده، يعمل لي امتداد زي امتداد كده الاشعه زي ما انتم شايفين. السهم اللي فوق بيزود لي عدد ايه الفلير على الخط ده، سهم يمين وسهم شمال زي ما قلنا من حاجه، وبسيب يعمل لي حاجه بالشكل ده. خدوا دبل كليك على الاداه، ببتدي اتحكم في كل حاجه هنا. بص زود فيه الدايمتر زي ما انتم شايفين، ما بتستخدمهاش اصلا لان هي ما بتديكش حاجه محاكيه للواقع، بس هي موجوده. هي بتديك شفافيه، حجم الشفافيه، برايتنس اللي هي الاضاءه بتاعتها او السطوع بتاعها، جروث اللي هو صبها هنا الحجم بتاعها، وهنا دي ديك زي توهج او حاجه زي كده، أشبه بتوهج أو حاجة زي كده يعني. ريز نمبر أشعة، النمبر بتاع الأشعة زي ما أنت شايف، زي اللي كنا بنزود من سهم فوق سهم تحت. الامتداد بتاعها أو الطول بتاعها زي ما احنا شايفين، وهنا دي نفس دي برضو، بس دي الخاصة بالأشعة مش بالدوائر اللي هي الفلير. الرينجز اللي هي الحلقات دي، هنا شوف طول المسار، بص يقصر المسار ما بينهم أو يطول المسار ما بينهم زي ما أنت شايف، تطول المسار اللي ما بينهم. ده العدد بتاعهم، تزود أو تنقص. المقاس بتاعها زي ما احنا شايفين، كبير صغير كده، دايركشن الاتجاه، جيبها كده جيبها كده وهكذا، تمام. دليل كده مبتستخدمهاش أصلا في البرنامج كتير. تقريبا في حاجة فوتها. بعدين نرسم كده ريكتانجل تاني، أنا مش شايف نقول أراوند كورنر حاجة تانية. بدوس هنا على الأداة دي، خليني أتحكم بس في مجرد إيه الريكتانجل، وأختار حاجة من دول. هتقول لي طب إيه الفرق، ما أنا لما كنت على الأداة دي كان برضه بيخليني أتحكم في دول وكل حاجة. خلاص يبقى ندخل على السيلكت التانية بدون شرح يعني في حلقة لوحده، بس خلينا ايه نبتدي ان احنا نتكلم. يبتدي ان هو هنا مفيش عندك نقط غير ايه النقط دي، مثلا كمل فيها، بص على دي واسحب، بص على دي واسحب، دوس على دي، بعد ما ادوس بتلون لون ازرق، بعد كده ممكن اسحبها اعمل حاجة بالشكل ده كده، بعد كده اسحب، ما تدوسش وتسحب. لو دوس وسحبت زي كده، بص لما بتدوس وتسحب المفروض ان هو بياخد الشكل كله معاك، بس عشان انا حددت نقط قبل كده فالبرنامج ابتدى يفهم ان انا قصدي النقط مش قصدي الشكل، لكن انت الديفولت بتاعك ان هو هياخد ايه الشكل. بص الشكل كان مستطيل او مربع بقى ايه زي ما انت شايف. هل الكلام ده بس على الشكل ده؟ لا، على بقية الاشكال حاجة زي كده، تمام. روح على الأداة دي ونشوف هيديني ايه، نفس الكلام. بعد ما بدوس ببتدي ايه اسحب، بعد ما بدوس ببتدي ايه اسحب، تقدر برضه تدوس شيفت لو مستخدمات معاهم شيفت والحاجات دي، بص خلوه شغال على مسار مستقيم اهو زي ما انتم شايفين. وانا اديت شيفت زي ما احنا شايفين، في الشكل ادخل على شكل الايد زي ما احنا شايفين، نعمل حاجة بالشكل ده على السلك. بص اول ما ضغطت وسحبت هجي اعمل كده، لكن لما بضغط يبتدي يدخل في وضع الفيرتكس او وضع النقط، تمام.
خلاص بقى اضغط عليه واحدة اسحبها من غير ما اضغط مرة واسحب يعني، تمام حاجة زي كده. تمام في عندي الانكور دي اقدر اعملها كده ميل، اقدر ادوس على ضغطتين واقلب. في الشكل البولجون يعمل حاجة بالشكل ده، مش مرة هنا نفس الكلام برضه. بص اه كانت بتواجهنا بقى مشكلة واحنا شغالين على الأداة. بص هنا هنا كنت بدوس على راوندد بيجيب لي راوند على كله، لا أنا مش عايز كده، مش عايز إيه يجيب لي راوند على كله، لا أنا عايز أدخل على الأداة دي أتحكم في راوند واحد بس. تعمل لي بس أداة الروتيت بالشكل ده كده، حاجة زي كده. وإيه هنا لو ضغطت وسحبت يعمل نفس الحاجة يعني. بص لاحظ إن أنت أول ما تجيب الأداة دي بيبتدي يتعامل معاك على إنك على وضع سيلكت دي، لأ أنا عايز أفهمه إن أنا على السيلكت دي مش دي، فببتدي أضغط على نقطة تدخل على وضع الفيرتكس مود وضع النقط، وبعد كده إيه أسحب زي ما إحنا شايفين. هنا بقى مش محتاج اضغط وبعد كده ارجع اضغط واسحب تاني، لا هنا اضغط واسحب على طول. بص ارجع اعمل ايه كلهم مع بعض، لا عايز واحدة بس، اضغط كده ارجع اسحب، اضغط كده ارجع اسحب وهكذا. ده بالنسبة لأداة البول. في أداة النجمة نفس الكلام، نقعد كده شوية أطلع الأداة هنا دوس هنا بعد كده أسحب، دوس هنا بعد كده أسحب وهكذا نفس الكلام، وأسحب ممكن أسحب دي سهل دي لوحدها وهكذا. أول ما بضغط يجيب لي، بص دول بتعامل مع دول كلهم، لأ أنا عايز أتعامل مع دي بس. اضغط وبعد كده ارجع اسحب، تمام. ده كان بالنسبة للأدوات دي، برضه فلات الفير هتلاقي نفس الكلام، على وضع الفيرتكس نفس الكلام، وأرجع أخبط شطحطة وبعد كده أرجع أسحب، وهنا نفس الكلام، تمام. إذا أكمل لك مع كل حاجة بالشكل. نبدل الأشعة نشيلها، بس نبدل الشكل نشيلها. ده كان بالنسبة للشرح الأدوات بتاع النهاردة، تمام. شكرا، استنونا في حلقة جديدة.